وتبون يمد قشة النجاة هكذا يسميها لرجل مريض وهو يصفه بالنزاهة والوطنية ويكافئه على ما فعله مع بوليزاريو نكاية في المغرب. يقول أبو مختار: سعيد بالنزاهة والوطنية. تم مثلا عندنا في تونس يقول شكرت العروسة أمه وأختها، فهمني؟ يعني مين جات السيدة دي النزاهة ومين جات الوطنية؟ وضعك في الصورة غايتنا. وأنا أضمن لك الكميات، وأضمن لك جودة المنتوج، وأضمن لك سعر التنافسي. ونضمن لك أن ما يصدر إلى بلدكم هو منتوج رقم واحد، يعني ما يستهلك من المواطن الجزائري ونفس ما يتم تصديره إلى أوروبا. نحن لسنا بلد يصدر إلى أوروبا النوع الجيد وإلى إفريقيا أنواع سيئة كما يفعل بعض جيراننا. نحن نصدر نفس النوعية ونفس لاكاليتي كأنها سوق أوروبية أو سوق أمريكية أو سوق أفريقية. نحن لا ننافق في علاقتنا التجارية مع الإخوة. والزغرشيات طيبة. دابا السؤال المطروح هو شنو كتصدروا لهاد افريقيا واوروبا وامريكا؟ شنو كتصدروا؟ ما كتصنعوا، ما كتفلحوا، ما كديروا حتى حاجه، اش كتصيفط خارج المحروقات؟ شنو كتدخل خارج المحروقات؟ خليني من الكذوب نهضروا في الواقع. اشنو كتصدر؟ خرشف خرشف خرشف. شنو الخرشف افريقا؟ نحن لا ننافق كما يفعل جيراننا. عقلتوا على هذا شكون هو؟ هذا هو وزير التجاره، هذا هو اللي قال لهم انا جيت باش الشعب الجزائري ما يبقاش يدير الطابور على الحليب. سوف تقتطف الرؤوس وغادي نفرش العصابه وممنوع شي جزائري باقي يدير الطابور على الحليب. ليومنا هذا باقي الطوابير على الحليب. اوديش من الحليب الماء والزغاريج كيجيبوا واحد الغبره كيخلطوها بالماء. انا قلت لهم هذه شحال منين تجيبوا الغبره فرقوها وكاك، خلي بنادم يخلطها في الدار ويشرب. علاش نتوما ضربوا تماره وخلطوها وصيفطوا لهم؟ وضروري خشيونا، ضروري تخشيو هاد الجيران هادو في الحديد ديالكم. زعما ما تهضروش بلا ما تدخلونا حنا. مشكلة سيدي، راه كتنفسوا عبينا، الله يخلينا ليكم. تبون خرج في الحوار ديالو الاخير قال لهم قيس سعيد نزيه راجل اونس، انا معاه وغادي نوقف معاه وغادي ندعمو. يا ودي السيد راه ما صوتوش عليه 4%، عيا ما يكذب وعيا ما يزور، يلا لحق قال 8. اما هي راه كيف ما كيقولوا التونسيين ما واصلاش 4، وانت جايب وجهك احمر السلام عليكم نزيه. الله يخلف على ابنه بالطوش، ولكن توانسا عاقو فرشوه. تا على من كتكذب تبون؟ تا السيد دخل الدولة في صور الصين العظيم، تا جاي كتقول لنا نزيه ويحب البلد، اش كيحب؟ والغريب في الأمر هو أن التوانسة كيدافعوا على البلاد ديالهم، والحرباء صالح الأزرق يدافع على تبون. لا ولكن ربما تبون يريد لا يريد أصلا. أنت ملي كدير شي برنامج خاص بقيس سعيد، ما كتخليه فيه غير اللي تلفات، وبما أن دابا داخل تبون كدافع على تبون، كدافع على ماشي مشكل، من حقك سيدي. اللهم يسر، الله يسهل عليك. راه الحرباء كيبقى حرباء، خصو يتلون في اي موقف دخل فيه. فنخليكم مع شنو قالوا التوانسة على الكلام ديال تبون اللي قال لهم قيس سعيد نزيه راجل اونس. نخليكم مع الفيديو، ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات، واللي مازال ما مشاركش معنا يشاركوا ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالنا دائما. بارك الله فيكم على تناولكم هذا الموضوع المهم جدا. لانه انا كنت حدثت فيه سابقا وقلت اللي تبون ضالة في الانقلاب اللي وقع على الشعب التونسي. الرئيس تبون ضالع في الانقلاب هكذا. ضالع في الانقلاب. كيف؟ لأنه الوحيد الذي يدعم قيس سعيد هو تبون. نحن علاقتنا بالشعوب علاقة جيدة، نحن نعتبر أنفسنا الشعب واحد، الشعب التونسي والشعب الجزائري والشعب المغربي. لكن سيد الشابي فقط للتوضيح، لأنه هذا اتهام كبير ربما. قد يكون العلاقات بين نظامين فيها الكثير من المجاملة وكثير من الود، ولكن عندما تقول ضالع يعني وكأنه ما قام به قيس سعيد الجزائر تعلمه وربما شاركت فيه منذ الوهلة الأولى. أنا قلت ذا منذ الوهلة الأولى، وقلت كل تصريحات تبون كان تصب في هذا. نحن ما نحلين معناها ما عندناش الوسائل اللي بسقولوها، نحن حسب تصريحاتهم. الشيء اللي نتكلموا فيه هو حسب تصريحاتهم، لأنه الوحيد اللي وقف مع قيس سعيد واستقبل قيس سعيد واستقبل رئيس حكومته وقال أنا مع قيس سعيد وقيس سعيد صديقي، ولم يتدخل من قبل حينما كانت هناك ديمقراطية، تدخل الآن وقت الانقلاب ودعم قيس سعيد وكان من الداعمين لقيس سعيد ولمشروعه الانقلابي. هذا قلناه وعودناه
وذا أكدنا على أساس كونه الدولة الجزائرية اللي شعب شقيق شعبها شقيقنا ونعتبره أشقاء ما تعملش معنا مثل المستعمرين وما تعملش على أساس كونه قيس سعيد نزيه وهو الذي خسر كل شيء في تونس خسر حتى ثقة شعبه فيه والشعب التونسي أعطاه كلمته مش بعد ما الشعب التونسي أعطاه كلمته في الانتخابات الأخيرة وهو يدعم ويقول أنا راني نطلب من شكون تطلب التنازل تطلب من الشعب التونسي باش يزيد يتنازل أكثر من اللي يتنازل الشعب التونسي فقيرة وانت ما عندك حتى حل للشعب التونسي بصفتك انت عندك شعبك الجزائر تلا بيه طيب لكن سيد الشعبي لمن تتكلم ان انا نسيه لشكون تحكي فيه نسيه نحن الشعب التونسي ادرى واعلم من كونه قيس سعيد نسيه ولا قيس سعيد كي قلنا راهو سارق وراهو رفع اليه المراقبه اللي هو البرلمان الشرعي راهو زاد 50% منذ انتخابه 50% في ميزانية القصر 50% من قوة الشعب التونسي اللي يحكي عن النظافة وعن النزاهة أو ليست هناك أي آلية للمراقبة أو مجبوك عمل ولكن سيد الشاب يعذرني يعني أنت عضو مجلس النواب وتدرك ماذا يعني السياسة والعلاقات الدولية صحيح الجزائر وتونس دولتان جارتان تربطهما علاقات كبيرة ومتميزة لكن ماذا تريد من الرئيس تبون أن يفعل يعني هل يحارب بدل التونسيين لاستعادة ديمقراطيتهم هو يعني يهمه أن تكون تونس مستقرة لأنها جارة الجزائر وبالتالي الجزائر مستقرة أيضا لا بابا يقول بالسكوت لا يصرح تصريحات تعطي للعالم وللشعب التونسي وللناس كل اللي هناك ديمقراطية وقيس سعيد وهو دعم قيس سعيد وقال ندعم قيس سعيد مش تتكلم عن قيس سعيد ولا قال تونس شقيقة ولا نعرف العلاقات الدولية ونعرف معنى الكلمات التي يصدرها وزراء الخارجية ولا الرؤساء الرئيس وقت يجي رئيس مثل بابا رئيس فرنسا وقت يكون راو قيس سعيد هل طول الإعلام الكل الفرنسي انقلب على رئيسه وانقلب على الوضع في تونس وقال اللي ديمقراطية حتى الفيجارو توا حاليا قال هو اللي ما ثماش ديمقراطية والشعب ليس معه هو من قتل الديمقراطية في تونس هذا الكلام اللي يتقال وإذا ما حبيتش تعطي الحقيقة وتصدع بالحقيقة وهذه هي السياسة التي يفترض في الرؤساء أن يكونوا يقول الشعب التونسي عنده الطرق الكفيلة لإرجاع ديمقراطيته ولا للتصرف في بلده أما أنك تشكر قيس سعيد وتقول راهو قيس سعيد نظيف ونزيه وديمقراطي وصديقي وتستقبله وتأيده وتدعمه وتعطيه الفلوس انت تعطي لدولة تعرفها غير قانونية حتى تعطيه من فلوس الشعب الجزائري انت تعطي في قروض الى دولة اللي غدوة الشعب التونسي لن يعترف بها ومش بش يعترف وقلناه نحن البنك الافريقي والبنوك المانحة وابعث انا رسائل لجميع النواب في العالم نواب فرنسيين وغيرهم قلت لهم راهو التعامل مع هذه الدولة الخارجة على القانون راهو الشعب التونسي لن يعترف بها. طيب الرئيس الراحل والسابق الجزائري بوتفليقة في عهده وخصوصا أيام حكومة الترويكا العلاقات الحقيقة كان فيها ود كثير وكان فيها استقبال لمسؤولين من مختلف المشارب للجزائر برأيك الموقف الآن اختلف بنسبة كبيرة بالنسبة لنظام الرئيس تبون؟ الوضع مختلف جدا لأنه تبون واقف مع جهة دون الأخرى أنت كتحب تكون دولة شقيقة وأخوة نحن الشعوب التونسية والشعوب الجزائرية أخوة نحن نعتبر أنفسنا شعب واحد المفروض تبقى على الحياد ولا تحاول بستعمل حوار لأنه مش كل التونسية في حوار وطني الأطياف الكل تقعد فيه ونرجعوا ماناش حاجتنا بس نرجعوا من قبل 25 ولا بس نرجعوا الناس اللي كانت قبل 25 لكن حاجتنا بهدف واحد هو إرجاع الديمقراطية إلى بلدنا اللي حزون عليها القراب والبعاد نحن المفروض أنت تقف في الوسط وتستدعي هذا وتحاول بتكون مدخل خير إلى الشعب دعنا نفهم على الأقل من وجهة نظرك سيكون معنا بعد 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 قليل في النصف الثاني من هذه الساعة على كل حال ضيف من الجزائر ولكن دعني أختم معك بفهم ربما أو رؤيتك أنت لهذه الدوافع الجزائرية لماذا دعم شخص انقلب على الديمقراطية في بلاده ما مصلحة الجزائر الآن في دعم سعيد
هي ماهيش مصلحة الجزائر، راه كما نحن قيس سعيد ما هي مصلحة الشعب التونسي من انقلاب وارجاع وانت اعادة انتخابات. هذه امور شخصية ذاتية، علاش انا قلت راه قيس سعيد مهبول؟ هذه امور شخصية قوموا بها الطبون الغير راضي عليها، لا الدولة الجزائرية ولا الشعب الجزائري. يعني هذا الدعم يتحمله الرئيس تبون كشخص ليس الا يتحمله الرئيس تبون، هذه ليس سياسه دوله، ما هي سياسه دوله، هذه سياسته هو الشخصيه. طيب لماذا؟ هذه تصريحاته لم تكن تصريحات، تصريحاته هو، ما تعرف انت رئيس جمهوريه ينجم يعمل تصريحات شخصيه ذاتيه، هذه تصريحاته. طيب لماذا الرئيس تبون يتخذ مثل هذا الموقف؟ والله في الأول كنا كان الأمر يوحى إلى الشعب التونسي على أساس تدخل المحور المصري الإماراتي الإيراني في تونس سيقلق الأخوة الجزائريين ويهدد استقرار المنطقة واستقرار شمال أفريقيا. قلنا الجزائر أولى بأنه تكون هي عندها اليد الكبرى في المغرب العربي وفي شمال أفريقيا، ولن تترك هذا محور شر يتدخل في تونس ويدخل الى تونس ويفسد ديمقراطيتها على اساس كونه سيرجع الامور وسيقيم حوار وبيتدخل في الصلح بين الاطراف اللي صارت في تونس، ولكنه ابعد المحور واصبح هو اخطر من المحور. والله العلاقة اللي كانت ما بين الدولة التونسية والجزائر في عهد بوتفليقة رحمه الله كانت علاقة لا تشوبها شائبة في الحقيقة، وهذا واضح عند التونسيين. أما عن علاقة الجزائر وتونس كما قال الأخ هم إخوة وسيبقون إخوة. نحن نحكي على علاقة بين السلطة الجزائرية، يعني تبون حينما يصف سعيد المنقلب نزيه ووطني، هذا لا 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 لا, لا ليس من الواقع، يعني شيء لا يقبله التونسيون، والتونسيون اليوم يعانون من هذا الانقلاب، يعانون من هذا الانقلاب، ونتمنى ان السلطه الجزائريه ان تراجع هذه المساله. نحن الجزائر ربما شعب واحد ودوله واحده، ونحن لا ننسى يعني الدماء اختلطت في سقيط سيدي يوسف يعني مع الجزائر، والجزائر هي أقرب البلد إلى تونس. ولكن رضا يعني من باب الأمانة أيضا الرئيس تبون الحقيقة أثنى على الطبقة السياسية أيضا، وهذا ربما لا يرضي سعيد، يعني إن شئت بن ظفرين. لا خليني نكلم أخويا صالح أنا حينما يذكر هذه سياسة، هذا سياسة حين بوتفليقة، أنا قلت بوتفليقة حينما يستدعي الغنوشي ويستدعي القائد السبسي يعني الباجي في 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 في، وهذا التوافق اللي حل في تونس هو بمعاونة الجزائر. بوتفليقة كان يعني يستقبل الزعيم من رجل الغنوشي استقبال الرؤساء، استقبال الإنسان زعيم. فنتمنى على الرئيس تبون أن يراجع، لأن نحن نقدر الجزائر ونقدر السلطة الجزائرية. لليوم أنا واحد من الناس لا أخشى أي إنسان، ولكني كن محبة حكومة وشعبا للجزائر. طيب لماذا رضا لماذا برأيك الموقف الجزائري يعني يعطي مثل هذه الكلمات، إن صح أن نصفها بأنها كلمات معسولة فيها إطراء وفيها مديح للرئيس قيس سعيد، رغم أن الأخير أطاح بالديمقراطية عمليا وتنكر أيضا عمليا للثورة كما يقول خصومه؟ الشيء هذا هو أن رجعوا للرئيس الفرنسي، الرئيس الفرنسي عنده دور كبير في الجزائر، وهذا راه ماهوش غايب على التوانسة. اليوم التوانسة راهم أذكياء، التوانسة تتعلموا من هذه العشر سنوات، بل تعلموا من 70 سنة يعني الحكم الانفرادي، وهم من 10 سنوات تحرروا فكرا وتحرروا يعني عقلا، فبالتالي يعرفون معرفة جيدة من معهم ومن ضدهم. هو يعني يستمع إلى الرئيس الفرنسي، ونحن نعرف فرنسا ما تكون إلى تونس وما تكون للديمقراطية التونسية، وهذا ليس بغريب على. طيب دعني أختم معك رضا، يعني حتى نختم ونلخص على الأقل ما ذكرته. أنت بهذه الحالة إذا ترى الجزائر تحاول أن تقف في مسافة متساوية بين جميع الأطراف، بين النخبة السياسية، بين النظام، بين قيس سعيد، أم تراها أقرب لقيس سعيد وبالتالي أقرب لرئيس
منقلب وداعم لنهجه السياسي. هذا هو 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 اقرب للانقلاب للانقلاب فعلا. شكرا لك. هذا هو لانه الشعب التونسي يعرف هذا معرفه جيد. شكرا لك رضا من تونس. طيب سمير من المانيا. حبيت فقط يعني للسيد هذا رئيس الجزائر فهمني يصف في سعيد بالنزاهه والوطنيه. تم مثلا عندنا في تونس يقول شكرت العروسه امه واختها فهمني. يعني نيات السيد هذا النزاهه ونيات الوطنيه هو فهم يعني الكذب يعني مسترسل عنده يعني كشرب الماء يعني. كل مره يطلع لنا بكذبه بيغتالوني بيعملوا لي. والوطنية مين يطلع لفرنسا يقول لهم انتم ما كنتوش فهمني، اما وطنية يتحدث عليها يقول لهم انتم كنتوا فهمني يعني. سمير هناك نقطة أيضا أخرى وردت في الحوار مع الرئيس الجزائري. على كل حال طبعا نعم. الحوار مطول وتحدث عن جوانب كثيرة الحقيقة، تحدث عن ليبيا، تحدث على الأردن، تحدث على العديد من الملفات. فيما يتعلق بالملف التونسي، الرئيس الجزائري يتوقع أن تتنازل النخبة السياسية وقال بأنها عندها روح الوطنية وستتنازل. ماذا يريد الرئيس الجزائري من النخبة التونسية أن تتنازل؟ يعني من يتنازل لمن برأيك؟ حسب فهمي المتواضع والبسيط بالنسبة لكابون يعني سعيد في إيده من اللي عمل عملية هذه الغاز قصوا عليه في الغاز إن شاء الله يجري في نهارها. عرف أن السيد هذا ينجم كما عامل ماكرون معه نفس العملية يعني يشطح لهم الشطحات اللي يحبوا عليهم. بينما لما ترجع مثلا القوى الوطنية والبرلمان المنتخب وكل شيء لا تبون ولا فرنسا ولا الإمارات ولا السعودية ولا عمر ولا زيد فهمني يعني بتكون فعلا صعبة المنال تونس. أما هذا يعني مانيش عارف يعني ما نحبش المقلب هذا نذكر اسمه شنو يعني هو فهمني ناس كل تقدر تضغط عليه. أنت تشوف في مثلا في الوسائل الإعلام الأجنبية يبرر ولا في منتديات أجنبية يبرر وكذا وكذا يجي قدام تونس فهمني عامل فيها انكشف بالصين عامل فيها حالة فهمني يعني. الزكراوي أكثر من يعرفه زميله تبون قال هو يعني إنسان ذو مستوى والزكراوي مستوى محدود جدا الأفق متاعه يعني محدود جدا هذا أقرب الناس إليه ومخالطه يعني. فتصور سيد هذا رئيس الجزائر ما عندهش يعني معلومات كاملة ويبيع في الهوان المراكب يعني يحكي لحاجات مش عارفها ما عندهش دقة مثلا في المعلومات. طيب سمير طيب نعم. سمير يعني هذا الموقف الجزائري الرسمي بالتأكيد طبعا لا شك تثمنه السلطة الانقلابية في تونس أو هكذا على كل حال باتت توصف لأنه أنصار سعيد باتوا أقلية ولا نبالغ وربما هذا ما تجلى في الانتخابات التشريعية الأخيرة. لكن الشارع التونسي الآن كيف ينظر إلى هذا الموقف الجزائري؟ الشارع التونسي حسب ما نتصور ينظر إلى الجزائريين كإخوة وينظر إلى السياسة أنها سياسة معادية لما الأغلبية يعني تكون ضد المنقلب يعني في الانتخابات تم اللي يقول 3% و5% ردوا هم 8 يزينوا فيها لكن الواقع غير ذلك يعني الشعب كله نافضة. فجي أنت كسياسي تقول لهم لا السيد أبي نزيه ووطني أما نزاهه أما وطنية تحكي عليها يا أخي. طبعا باش تكون ردة فعل الشارع التونسي على السياسة الجزائرية ردة غير متوقع حسب ما تصورني. أما إحنا يعني كشعب كشعوب جزائري ولا تونسي هذه تبقى دائما إن شاء الله صافية حليب قال المصري. أبو مختار من تونس يقول تبين أن الديمقراطية هي عدو لدود للزعماء العرب وتبون يمد قشة النجاة هكذا يسميها لرجل مريض وهو يصفه بالنزاهة والوطنية ويكافئه على ما فعله مع بوليزاريو نكاية في المغرب يقول أبو مختار. نور الدين سليمان من المغرب يقول الحكام في الجزائر لا يساعدون سعيد لإيجاد حل الأزمة في تونس ولا دعما لانقلابه بل فقط لضمان بقائه في صف الجزائر حول قضية الصحراء المغربية كما يصفها نور الدين سليمان. طبعا وجهات نظر وتختلف طبعا من شخص إلى آخر. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خلوا لي الرأي ديالكم في التعليقات باش نخرجوا عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد قدام المحتوى ديالنا كيف العادة نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.